امبارح منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في القطاع الصحي، وقالت إن الحكومة المصرية بدأت حملات طرق الأبواب عشان توصل لنسبة تطعيم أو تطعم 70% من المواطنين بلقاح كورونا. خلينا في تفاصيل أكتر عن أهمية هذه الحملات ومعدلات التطعيم، ونطمن كمان على الوضع الصحي في مصر من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بسيادتك استاذ جمانه واستاذ محمد، كل سنه وانتم طيبين. طيب. اهلا بحضرتك، حضرتك طيب يا فندم. طيب يعني بدايه يا فندم، نعرف من حضرتك هدف ايه الهدف من سياسه طرق الابواب، واليه تنفيذها هتكون عامله ازاي؟ والله يا فندم هقول حاجه بكل امانه، هذه السياسه سياسه طرق الابواب هي يعني احنا اللي اخترعناها في مصر بجد يعني، وبدات أيام حملة تطعيم ضد شلل الأطفال منذ عدة سنوات. كان طبعا شلل الأطفال كان مشكلة حقيقية في مصر طبعا، وكان يعني من البلاد اللي لسه فيها بعض الحالات، وهو مرض خطير جدا يعني، وكان في تطعيم موجود وروتين والدولة بتجيبه وكل حاجة، لكن كان في فئات دايما كده هتلاقي بعض الفئات متخوفة أو مش عايزة تروح أو الكلام ده، خصوصا في الأماكن البعيدة أو المتطرفة أو بعض المناطق العشوائية في هذا الوقت. ففكرة طرق الأبواب إن احنا نروح للناس، يعني عادة التطعيم في مراكز تطعيم موجودة في كل أماكن البلد اللي هي اللقاحات يعني، ومفتوحة ومستعدة لاستقبال الناس، وفي مراكز طبية في كل مكان، كل حي في مركز طبي. فاللي مش قادر يجي لسبب أو لآخر احنا بنروح لغايه عنده، عشان كده بنسميها، كنا مسمينها ساعتها من بيت لبيت او من شقه لشقه. ولو تتذكروا حضرتك كنا بنروح ونحط علامات على الشقق وعلى البيوت ونشوف مين اللي المفروض يطعم الى اخره. فسياسه طرق الابواب الحقيقه بعد ما بقى عندنا كميات وفيره من اللقاحات الخاصه بالكورونا ومن جميع الانواع ولجميع الفئات، ووصلنا مرحله الحقيقه كويسه جدا ممتازه. فالفئات اللي هي يعني قد تكون ما عندهاش قدرة أو مش قادرة تيجي أو في سبب يمنعها من الوصول إلى مراكز أثر عليهم المسافة، إحنا بنروح لهم، عشان كده سميناها طرق الأبواب. طيب. بنخبط على بيتهم يعني. عظيم جدا يا فندم. ده بالنسبة للجرعات الأولى يا فندم، ولا بالنسبة للجرعات التنشيطية؟ هو سيادتك إحنا عدد الجرعات اللي اتخذت في مصر دلوقتي عدينا يعني يمكن 82 او 83 مليون جرعه. في ناس يعني وصلنا الى نسبه كويسه جدا، حاجه و50% في الجرعتين يعني التطعيم كامل. في عده ملايين بياخدوا الجرعه الثالثه اللي هي المنشطه او التحفيزيه، وفي بعض الناس خدت جرعه اولى بس، يعني جرعه واحده. زي ما حضرتك شايفين في العالم كله، احنا كان الجول بتاعنا او الهدف بتاعنا ان احنا نوصل ل 40% بنهايه 2021، والحمد لله عدينا هذه النسبه بكثير، وان شاء الله لما نوصل للنسبه المتوقعه او المحسوبه او المرغوبه ان احنا نوصل الى 70% من المجتمع في الفئات اللي هي هتاخد التطعيم، واحنا على فكره يعني دوله شابه، فيعني عندنا الوصول الى هذه النسبه هدف احنا عايزين نوصل ليه، واللقاحات موجوده الحمد لله. طب يا فندم يا ممكن برضه عشان نوضح للمحافظات وبينها تعمم على محافظات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا فندم، يمكن برضه عشان نوضح للساده المشاهدين، حملات طرق الابواب هتكون ضمن اولوياتها اكتر الاشخاص اللي يعني لم يتلقوا لقاحات ولا الجرعه الاولى، ولا في لانه في لقاحات تبقى جرعه واحده او جرعتين، ولا الجرعات التنشيطيه؟ يعني ايه الاهم بالنسبه لها ضمن اولوياتها؟ الأولوية في الجرعة الثالثة اللي هي الجرعة المنشطة للفئات اللي هي أكثر عرضة لبعض المخاطر، ودي بتشمل اللي احنا قلناها دايما كبار السن، واللي عندهم أمراض مزمنة، واللي عندهم بعض الأمراض المناعية أو بياخدوا أدوية تقلل المناعة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي ما خدش اللقاح خالص لازم ياخد الجرعتين، إذا كان اللقاح اللي هو هياخده في جرعتين أو جرعة واحدة إذا كان اللقاح جرعة واحدة. هو اللقاح واحد بس اللي هو بيتاخد جرعة واحدة. الحاجة الثالثة بقى اللي ما خدش خالص طبعًا أولوية. فإحنا عايزين اللي ما خدش، اللي عندهم أكثر عرضة للمخاطر، واللي خد واحدة نديله الثانية، يعني كل الفئات
مرغوبه انها تكون معانا في عمليه طرق الابواب. عظيم. دكتور محمد، كان في كلام من منظمه الصحه العالميه عن انه هيكون في جرعه رابعه، هل احنا هنا في مصر في حاجه لهذه الجرعه ولا خلاص نقدر نقول انه الفيروس خلاص فقد قوته وبينتهي؟ شوف سيادتك، بكل صراحه شوف النقطه دي مهمه جدا، النقطه حضرتك بتقولها حيويه جدا. اولا مرض كورونا لم يختفي، يعني موجود وبنشوف حالات بس حالات قليله جدا. لغايه امبارح بالليل الساعه 2 كان بيكلمني حاله عندها كورونا، فاذا في كورونا موجود لكن حاجات قليله قوي. يعني احنا وصلنا الى مرحله، وعلى فكره في النهايه مش هيبقى ما فيش كورونا خالص. يعني ساعات حد بيسالني صفر كورونا، لا ما فيش صفر كورونا. كورونا ده فيروس موجود في كل الناس وكل البلاد، والفصيله دي موجوده. احنا بنتكلم على كورونا الوبائيه اللي موجوده حاليا. فسيادتك التطعيم او اللقاح بيشتغل او بيدي مناعه لمده زمنيه معينه. كل ما بتبعد المسافه كل ما قوه تاثير اللقاح في منع المرض او تقليل مخاطره بالادق يعني بتبقى اكثر. لدرجه ان احنا دلوقتي مع وجود المتحورات الجديده اوميكرون وغيره، احنا في بعض الفئات بنقول ممكن نديله الجرعه الثالثه بعد 3 شهور مش بعد 6 ولا 9. لكن الفكره كلها، سؤال سيادتك مهم جدا، بعد 6 شهور إلى 9 شهور خلاص ما بيبقاش فيه تأثير للقاح. فإذا كان الفيروس لسه موجود أو الوباء لسه موجود يبقى لازم في هذه الفترة قد نلجأ إلى جرعات أخرى، سواء بقى هو خد 1 ولا 2 ولا 3. يعني التطعيم يعني ما بيديش سوليد اميونيتي، ما بيديش مناعة كاملة زي بتاع الإنفلونزا الموسمية. فلازم الإنسان هياخد جرعة ثالثة ودي أو رابعة، بتتوقف على الشكل الوبائي للمرض في المرحلة القادمة. عظيم. طيب يا دكتور، يعني هل ممكن يحصل موجات كورونا تاني زي ما كنا بنتابع على مدار الفترة اللي فاتت؟ كان في وقت دايما في موجة أولى وتانية وتالتة وما إلى ذلك، هل ممكن في الفترة الجاية يبقى كمان في موجة مثلا لكورونا، ولا خلاص الفيروس نفسه متحوراته ضعف لأنه إلى درجة أنه زي ما حضرتك تحدثت أنه هنتعامل مع أنه هيبقى في لقاح مثلا كل فترة أو جرعة كل فترة؟ برضو السؤال ده مهم جدا. الفيروس صحيح قوته قلت، صحيح الفترة اللي احنا فيها دي نسبة الحالات البسيطة إلى الحالات الأخرى تشكل حوالي 99% حالات بسيطة، في حين المراحل السابقة كانت 85%. إنما السؤال حضرتك بدقة، هل في موجات تانية؟ سيادتك احنا شايفين العالم في لسه موجات. يعني الصين بقى فيها حالات كتير دلوقتي، كوريا الشمالية بقى فيها ألفات مؤلفة، والعالم مفتوح. يعني احنا دولة سياحية، دولة مهمة، بيجينا ناس كتير من مختلف أنحاء العالم، ورغم أن الحجر الصحي بيقوم بواجبه بدقة شديدة جدا، لكن ممكن يبقى حد مش باين عليه حاجة ويحمل الفيروس. فخلينا يعني بدقة شديدة، هل هتيجي موجة تانية ولا لا؟ طبعا كل أمنياتي أمنيات حضرتك طبعا، وكلنا أنها ما تجيش، إنما ده مش يعني مش أكيد 100%. فعشان كده نكمل التطعيمات، كل ما بنزود النسبة كل ما حصانة المجتمع بتبقى أحسن. عشان كده لازم نستمر في الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكل يوم بيطلع لنا حاجة جديدة، فإحنا الاحتياط واجب في هذه المرحلة. طيب نسيب كورونا بقى ونروح لفيروسات تانية منتشرة في العالم، يمكن اليومين دول بنشوف أمراض وفيروسات منتشرة. نتكلم على التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطفال، هل هو منتشر كتير جدا في العالم دلوقتي ولا لأ؟ وفي نفس الوقت برضو عندنا في مصر الوضع إيه بالنسبة لهذا الفيروس؟ خلينا نفصل بين حاجتين يا أستاذ محمد. اتفضل يا فندم. بين التهاب الكبد الوبائي بصفة عامة وبين الفيروس الجديد او اللي هم مش معروف بهويته لحد دلوقتي. التهاب الكبدي ممكن يجي بانواع كثيره. التهاب الكبدي الف وب وجيم ودال وه والى اخره. زمان كنا يدرس لنا ان في التهاب الكبدي A وB بس. وبعدين لما طلع النوع الجديد اللي هو السي اللي كان عاملنا مشاكل كبيره، والحمد لله الحملات المصريه القوميه الكبيره جدا سيطرت عليه تماما،
بقى سموه نان اي نان بي، يعني ده هم عارفين ده ده ولا ده، وبعد كده سموه سي، بعد كده طلع ايه، فانواع كثيره. دلوقتي الحاجات العاديه، وبعدين مصر فيها حمله تطعيم روتينيه للكابيتال بي، عشان كده نسبته قلت جدا الحمد لله. يعني في تطعيم روتيني في جدول التطعيمات الحكوميه الروتينيه المجانيه فيهم هيباتيتس بي. سي لحد دلوقتي ملوش تطعيم. فحضرتك وايه ممكن يجي عن طريق تلوث الطعام او المياه او شرب حاجه مش نظيفه او كده. فدي بتبقى حاجات روتينيه موجوده وبتعالج. اللي طلع جديد ده بقى لحد النهارده هناك احتمالات لكن غير مؤكد السبب. الحمد لله احنا لم نرصد حالات من كده لحد دلوقتي، لكن في عده مئات موجوده في العالم كل شويه بيزيدوا. الدول المتاثره بتزيد، كان اول حالات رصدت في بريطانيا، ولدرجه ان كان التهاب كبدي وبائي شديد او التهاب كبدي شديد، وكان في بعض الحالات وفيات قليله، لكن في بعض الحالات يمكن عدد مش قليل عملوا زرع كبد لهؤلاء الاطفال. فهم لقوه في الاطفال الصغيرين بيؤدي الى ارتفاع شديد في انزيمات الكبد، نسبه الصفره، ويعني حاجه شديده لحد دلوقتي مش عارفين مصدر. يا ترى هي نوع من انواع كورونا اصابت الكبد؟ لسه برضه مش مأكدين. يا ترى هو فيروس جديد؟ يا ترى هو كانوا في نوع من الفيروسات اسمه ادينو فيروس، فده اصلا بيصيب الجهاز الهضمي بيعمل اسهال والكلام ده كله، حاولوا يربطوه بيه، لكن كل دي يعني بحوث لم تنتهي الى اي واحد من دول. لكن هو التهاب كبدي شديد، مش معروف مصدره المؤكد، هناك احتمالات. وحتى في ناس ساعتها قالوا يا ترى هو ليه علاقه بالتطعيمات ولا لا؟ طلع لا طبعا، لان كل الاطفال دول اللي جالهم ما كانش عندهم، ما كانوش واخدين التطعيمات. فاحنا مترقبين هذا، بنرصد الوضع الوبائي بتاع التهاب، يعني الوزاره بترصد الوضع الوبائي بتاع التهاب الكبدي، وهل في زياده في الاعداد، في زياده في شده الحالات. وانا عايز اقول يعني يجب اي حد من الاطفال او اي حد يعاني من هذا على الفور يلجا للفحص الطبي والعلاج، لان بتفرق كتير قوي. ثم نخلي بالنا بقى هنا في الجزء الوقائي المختلف شويه من الاطفال، الاكل اللي بياكلوه، الحاجات اللي عليها ماده حافظه، الاكل اللي بيتاكل فيه مصادر للشرب سواء خارج اطار البيت او في اماكن غير مضمونه النظافه، كل دي نقاط مهمه قوي. والحاجة الثانية بقى المهمة يا أستاذ محمد جدا، أرجوكم ما تاخدوش أي دواء إلا بوصفة طبية. صحيح. يعني أخذ أي دواء مهما كان إحنا معتقدين إنه بسيط وبيتاخد أو تي سي، يعني بنروح أشتريه في أي حتة، لأن ساعات اللي يصيب الكبد ساعات أدوية بتتاخد بلا ضوابط طبية. طيب دكتور، على ذكر الفيروسات اللي بيتم رصدها حاليا في العالم، كمان تم رصد حالات بجدر القرود حول العالم، عايز اسال حضرتك على هذا الفيروس، وبرده طمنا هل تم رصد اي حالات اصابه بجدر القرود في مصر؟ شكرا على هذا السؤال. هنبدا من الاخر، حتى الان لم يرصد حالات في مصر الحمد لله حتى الان، لكن حالات في العالم بتزيد وبتقرب. يعني اظن النهارده في الامارات فيها حالات، طبعا الدول مفتوحه على بعضيها، يعني السبت كل واحد يبقى النهارده في الصين، بعد الظهر يبقى فرنسا، بالليل يتعشى في نيويورك، فالدنيا مفتوحه. فانما الحمد لله لحد دلوقتي لم ترصد. عايز اقول لحضرتك حاجه، الجدري ده مرض قديم قوي، بس عايز كمان ااكد هناك فرق بين الجدري والجديري. الجدري مرض ابسط بكثير ومعدي برضه، بيجي اكثر في الاطفال لكن ممكن يجي للكبار، والاعراض متشابهه، لان يعني دلوقتي اي حد بيلاقي حد عنده جدري يقول لك الحاجة ممكن يكون جدري. الجدري دي كان مرض خطير جدا قديم، كان بيصيب العالم وبيعمل اوبئه وشديد جدا وقاتل، والحمد لله استطاع العالم ان يتخلص من الجدري باللقاحات اعتقد سنه 80 79 80 ما بقاش في جدري. انما معروف واحنا عارفين النقطه دي، ان في جدري موجود في بعض دول افريقيا الغربيه، غرب افريقيا او افريقيا الوسطى.
وعشان كده اول حالتين جم في روتشيلد وفي بريطانيا المملكه المتحده، ومتوطن هناك اصلا من افريقيا، في غرب وسط افريقيا. بالظبط، غرب وسط افريقيا اللي هي البلاد الممطره قوي يعني. وكانوا جايين تحديدا من نيجيريا. فالمرض ده موجود، انما واللقاحات بتاعته في بعض الدول ما زال عندها ستوك من اللقاحات دي كلها، وانتاجه سهل يعني. فالحالات دي تشابه الجدري تماما. المرض يعني نسبه الوفيات فيه قليله، مش نقارنه بالكورونا لانه لكن معدي بالاحتكاك المباشر. يعني الجسم الانسان المصاب يعني الحاجات اللي بتطلع الجلد فيه بتبقى مقفوله الاول، وبعدين تتفتح وتطلع افرازات. الافرازات دي معديه. العيان بيبدا بالسخونيه وبعض تكسير في الجسم، اعراض عامه زي اي فيروسات، وبعد كده يطلع طفح على الجلد وبعدين على كل الجسم. فهنا بقى المرض معدي عن طريق المصاب شخصيا، عن طريق افرازاته، وعن طريق ادواته. يعني لو حد استخدم فوطه واحد مصاب ممكن يصاب يعني. انما بيسيطر عليه المرض، بيقعد معدي العيان، عشان كده بيعزل الى 3 أسابيع الى شهر، وفي ادويه مخصوصه في هذا الاتجاه. فهنا ما نقدرش نقارنه او نقول انه هيكون وباء زي الكورونا لحد دلوقتي يعني. يعني على اي حال طبعا ربنا يسلم الاحوال. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، دمت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر.